بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أولا أشكر جمعية الطلبة في المدرسة على الاستدعاء واهتمامهم بهذه المواضيع التي في الحقيقة يعني لها نكهة خاصة في إطار التحولات السياسية التي يعني يشهدها المغرب، ومنها ما لا يخفى على علمكم وهو مدونة الأسرة. وهذا يعني موضوع في الحقيقة يعني له ارتباط بالليبرالية وله ارتباط بقضية الحريات الفردية، إذ الذين هم ينشطون في هذا الباب ينطلقون من هذه الخلفية. ففي الحقيقة تعالوا بنا نفهم هذه الخلفية أولا، من أين تأتي وما هي مقتضيات هذه الخلفية، لنفهم أين تذهب بنا هذه السفينة، سفينة الحريات الفردية والليبرالية إلى غير ذلك. المنظومة الليبرالية لديها يعني لديها روافد ولديها مكونات، هي منظومة عموما بدأت تتبلور مع الحداثة أو ما يسمى بعصر الأنوار. وفرق ما بين الليبرالية والحرية فرق كبير جدا. لماذا؟ لأن الحرية هو شيء فطري، إنسان كيبغي يكون حر ما يبغيش يكون يعني عبد، هذا شيء فطري، كما الإنسان كيبغي يكون غني ما يبغيش يكون فقير، اتفقنا. لكن في بعض الظروف تكون هذه الحرية ناقصة أو هذا الغنى ناقص. طيب، فجاءت يعني مجموعة من الفلاسفة ليعطوا لنا يعني تعريفا للليبرالية. فبعضهم يقول الليبرالية هي أن لا نخضع لأي قانون لم نشارك في صياغته، وبعضهم يقول أن لا نخضع أو أن نتبع الطريق الذي فيه أكبر منفعة لنا. ونجد أن بين هذه التعريفات تناقضات طبعا في مآلاتها. فإذا كانت يعني هناك حقوق كونية وأرادت الأغلبية تغيير هذه الحقوق الكونية، فأي ليبرالية سنتبع؟ الليبرالية التي تدعي أن هناك حقوق كونية لا يمكن لأحد أن يغيرها، أم الليبرالية النفعية التي تقول إذا اتفقت الأغلبية وكانت منفعتها في مكان ما تغير هذه القوانين؟ طيب، فهنا يعني هناك ليبراليات في الحقيقة، و يعني عموما هذه الليبراليات لها جذع مشترك وهو جذع فلسفي، وهو الجذع الذي بمقتضاه ليس هناك يعني حقيقة مطلقة، فقط هناك آراء، هناك وجهات نظر، هناك تصورات، لكن ليست هناك حقيقة مطلقة تحاكم إليها الظواهر والمعطيات. فبالتالي إذا كان مجموع الأفراد كلهم عندهم آراء في قضية ما، فبما أنه ليست هناك حقيقة مطلقة يعني تكون مرجعا لمحاكمة هذه الآراء، فبالتالي جميع الآراء تحترم، جميع الآراء تحترم. فالذي يقول الأرض مسطحة يحترم، والذي يقول الأرض كروية يحترم، والذي يقول التلقيح ينفع يحترم، والذي يقول التلقيح لا ينفع يحترم، والذي يقول التطبيب ينفع يحترم، والذي يقول التطبيب لا ينفع لا يحترم كذلك. فبالتالي هناك فقط آراء. فالجذع المشترك في الليبرالية هو أن هناك آراء كلها تحترم، وليست هناك حقيقة مطلقة تحاكم إليها المعطيات وتحاكم إليها الأحداث. وبطبيعة الحال من الأشياء التي تكون مرجعية وحقيقة مطلقة هي الدين. طبعا الدين يشكل للبشر نوع من المرجعية التي يستطيعون الرجوع إليها لمساءلة الأحداث ومساءلة المعطيات أو الظواهر. فعموما هذه أصول فلسفية، وكذلك هناك أسباب، سياق الذي كانت فيه الكنيسة تستغل وتبيع صكوك الغفران وتضطهد الشعوب
ويعني تعيث في الأرض فسادا إلى غير ذلك. فهذا من السياق التي السياقات التي دفعت الشعوب الأوروبية للمطالبة بقضية الحريات الفردية. طيب، فهذه المسائل هذه اليوم تستمر، وهناك مجموعة من المعطيات التي تجعلها تتفاقم. من هذه المعطيات أن هذه الليبرالية تتغذى بالأهواء وبرأسمالية. بمعنى عندنا الإنسان بطبعه يميل للهوى، فألهمها فجورها وتقواها، فبالتالي الفجور موجود عند البشرية دائما، بل يكاد يسبق التقوى. ولذلك من سنن الله في كونه أن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. فقضية الهوى هي قضية جوهرية في قضية الليبرالية. فبالتالي المجتمعات التي تطالب بالحرية الفردية والليبرالية وكذا هي مجتمعات تنساق لقضية الهوى. ولذلك تفطن كبار الفلاسفة إلى أن هذه المنظومات التي تعطي الحكم المطلق للأغلبية هي منظومات أيلة للفشل، كما ذكر ذلك أرسطو، وذكره جان جاك روسو، وذكره غيرهم يعني من الفلاسفة. فهذا الميل للأهواء يغذي المطالبة بالليبرالية، سواء من الناحية الفلسفية أو من ناحية البراغماتية. ثم كذلك عندنا رافض ثاني يغذي هذه الليبرالية وهو رأسمالية. فعندنا منظمة معيارها الوحيد في الحياة هو الأرباح، يعني شيء مربح مرحبا، شيء غير مربح لا نناقشه. فبالتالي إذا كانت لدينا منظومة اقتصادية معيارها الوحيد هو المال، فأي شيء كان من قبيل الأشياء التي ستزيد لها في أرباحها مرحبا به، وأي شيء كان من قبيل الأشياء التي ستعرقل مسيرتها الربحية فلا مرحبا به. ومنها الحدود الدينية والمبادئ الدينية والأخلاق الدينية. فبالتالي إذا كان يعني لدي سوق في المشروبات الروحية ليا نصيب وألعاب الحظ إلى غير ذلك، وتجي أنت تقول لي هذا المسائل حرام، كيفاش حرام؟ أنا درت دراسة وكشركة غندخل لهذا الميدان وغنربحوا الأموال والناس باغية، فلماذا تقول لي أنت حرام؟ ياك كبار، ياك راشدين، ياك طالبين، فبالتالي لماذا تحرم أنت هذا؟ فبالتالي المنظومة الرأسمالية في جيناتها، في تكوينها، كونها تتخذ الربح كمعيار أسمى، تجعل كل الحدود وكل المعايير وكل الحقائق قابلة للهدم أو التهميش أو النقاش على الأقل. فعندنا روافد تغذي هذه المطالبات بالليبرالية. ثم كذلك النظرة المادية، يعني الذين يرون أن العالم يعني مادي، فبالتالي ليست هناك يعني خيرية في الأشياء ولا شرور في الأشياء، أشياء فقط يعني مواد مادة، وبالتالي يعني لا يمكن أن نقول هذا خير وهذا شر، لا هذا لا يصلح، إن فقط تفاعلات مادات، فبالتالي ما عندناش ندخلوا احنا في الأمور ديال المزيان ما مزيانش. يسمونها أحكام قيمة، يسمونها أحكام قيمة ولا مرحبا بها. فهذه الليبرالية عموما تكون مبنية على الهوى، تكون مبنية على اتباع الأرباح، تكون يعني مبنية على مجموعة من الأمور، وهي التي تعطينا اليوم هذه المطالب من هذه الجمعيات التي تطالب بتغيير الأشياء التي لا زالت في الدولة لها علاقة بالدين، مثل قضية مدونة الأسرة. فالآن يعني هذه مدونة الأسرة تشكل مشكل حقيقة بالنسبة لأصحاب المنظومة الليبرالية. لماذا؟ لأنها يعني تعرقل
تفعيل أو إطلاق العنان للشهوات. وفي حقيقة الأمر هنا لا بد من الرجوع إلى قضية المرجعية. ما هي مرجعية الإنسان الذي هو أمامي؟ أمرجعيته القرآن أم مرجعيته ما يراه عقله؟ والعقل كما تعلمون يتغير من زمن إلى زمن وبين مكان ومكان. فعقل الإنسان المغربي ليس هو عقل المكسيكي وليس هو عقل الإندونيسي. هناك عقول، طبعا هناك ضرورات عقلية مطلقة قليلة جدا تتفق عليها البشرية، ولكن العقل كأداة للتفكير والتأويل والاستنتاج والاستنباط هذه تتغير حسب التعليم، حسب التربية، حسب الكفاءة، حسب التصور، حسب الثقافة، حسب أشياء كثيرة. فليس هناك شيء اسمه عقل، إذ لو كان هناك شيء اسمه عقل لاتفق جميع الفلاسفة في أسباب السعادة وفي تفسير الكوسمولوجي للحياة وفي الأشياء الأخرى والأخلاقيات الأخرى التي يناقشونها في كتبهم. ويأتي فيلسوف ويرد على الفيلسوف الذي قبله، ويأتي الذي بعده ويرد على الذي قبله، ويأتي الذي بعده ويرد على الذي قبله. هذه تطورات الفلسفة، هي تطورات يعني قابلة لتصورات في الزمان والمكان خلافا للدين. في الدين لا يأتي المجتهد فيرد اجتهاد الذي قبله، لا بالعكس، يحاول الانتقاء بين الآراء، رأي الذي كان الأقرب للدليل ولمقاصد الشرع. أما الفيلسوف بالعكس يأتي ويرد الذي قبله إلى غير ذلك، فهذا الأمر لا ينتهي. فبالتالي ما هي المرجعية التي نستند إليها حال الاختلاف؟ هل هي الشريعة أم آراء قوم سيروا الدولة 5 سنوات مثلا؟ ما هي المرجعية التي نستند إليها؟ هل مثلا القرآن كله عدل أم لدى هذه الشريحة بعض التحفظات على القرآن؟ طبعا أي إنسان عنده رد لآية أو آيتين في القرآن هذا خارج من الإسلام، لم يعد مسلما. هل يعتبرون أن القرآن لم يعد صالحا مثلا؟ أم يأخذون فقط ببعض الكتاب؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يعني خصنا نعرفوا الموقع. وعموما الذي تجدونه هو أن الناس الذين يدعون للليبرالية خصوصا في المجتمعات المسلمة لا يفصحون عن مرجعيتهم. إذا سألته ما هو دينك؟ قضية شخصية لا دخل لك في ديني. غلط، غلط كبير، لأننا الآن نتحاكم إلى مرجعية، فكيف أنت تعلم أن مرجعيتي هي الإسلام وأنت مرجعيتك لا تفصح عنها؟ فبالتالي أنت ملتوٍ، فمن شدك من هنا تطلق من هنا تنقز لهنا. فهذا جبن فكري، هذا جبن فكري. ثم هذا الليبرالية هذه بما أنها لا تعترف بحقيقة مطلقة، فبالتالي هذه الأشياء التي تقولها الآن أنت باسم الليبرالية ممكن ننقضها غدا؟ سيقول لك لا، هذه حرية فردية. طيب إذا اتفقت الأغلبية على نقضها غدا، هنا تناقض، هنا سيسقط في التناقض. فضروري الإنسان يركز على الأصول والمآلات، والذي تجد عند أغلب الليبراليين أنهم جاهلون بأصول فكرهم وبمآلات فكرهم بجوج، ما عارفين لا منين جاي ولا فين غادي. أما المسلم فهو يعمل بمقتضى، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. المسلم يقبل ما أنزل الله والمنافق يصد، يقول لك لا، هذا يعني أمر يعني كان في سياق ما، أما الآن يعني لم يعد. فالآن هذه الليبرالية ماذا أنتجت لنا؟ أنتجت لنا مواجهة بين الجنسين. الآن يعني هناك تأليب الفجوة بين الرجال والنساء، وهذا الدراسات بينته مثلا في الدول الأوروبية، النساء صرنا يتأثرن أكثر فأكثر بالنسوية، والرجال صاروا يتأثرون أكثر فأكثر بالجانب المحافظ، إن لم نقل ما ريد بيل وما جاورهما. فالفجوة تزداد، هذا يؤلب الصراعات ويؤلب المواجهات. ثم احنا في الدولة المغربية
الدولة المغربية أصلاً مرجعيتها معروفة، مرجعية قامت على الشريعة، تطبيق الشريعة والبيعة، هذه الدولة المغربية. فبالتالي لا يمكن تحليل الحرام ولا يمكن تحريم الحلال. ويعني كنا في وضع قبل 2004، قبل المدونة التي جاءت، ثم جاء الخطاب الملكي وقال فعلا يعني كانت هناك يعني انحرافات بسبب هذه المدونة يجب تقويمها. فالجمعية النسوية ماذا فهمت من تقويمها؟ نزيد في الليبرالية، في حين التقويم يكون ردا للنصاب. فبالتالي مثلا كمثال، كان عندنا قبل 2004 7000 حالة طلاق في السنة، تقريبا معدل 7000 حالة طلاق. اليوم نحن نسبح بين 120000 و130000 حالة طلاق و300000 طلب طلاق. فيعني من 7000 ل120000 هذا يعني 20 ضعف تقريبا، هذا 20 ضعف، هذا يسمى 2000%. أمر صعب، صعب جدا. فهذه الإحصائيات الآن تنذر بخطر وتنذر بتفكك في المجتمع. نسب الطلاق كما تعلمون يعني في زيادة، وملفات الطلاق في زيادة، والزواج يعني بين 2010 و2020 نقص 40%، ناقص 100,000 حالة زواج. والعنوسة يعني 2011 42%، 2019 70%. فالأرقام يعني تنذر بتفكك متزايد للمجتمع. وهذاك اللي جالس بوحده يجيب قط، وهذيك اللي عايشة بوحدها تجيب كليب. ويعيشوا حياة التمكين الاقتصادي. فالآن عندنا هذه الإحصائيات المخيفة، ثم هؤلاء الذين يطلبون بهذه التعديلات في المدونة، هل ما يعني ما هي الحريات الفردية التي يريدون أن يفرضوها؟ مثلا هل يريدون المساواة في كل شيء؟ نبدأ بالسجن، 90% ولا 95% ديال السجناء رجال، نديروا المساواة. مثلا كمثال يعني الأعمال الشاقة، البني، البومبية، الدفاع المدني، كذا 80-90% رجال أو أكثر. التجنيد، احنا شفنا أوكرانيا شنو وقع فيها، النساء قالوا لهم تفضلوا، الرجال قالوا لهم ما تجلسوا. وبالتالي يعني أين تقف هذه بوصلة المساواة هذه؟ أم نأخذ ميزات المساواة ونترك سلبياتها؟ الأعمال الخطيرة جلها يقوم بها رجال. عطلة الأمومة، واش نديروا فيها المساواة حتى هي؟ نعطيو 3 شهور للراجل ولا نعطيو 3 أيام للمرأة؟ فين غنديروا المساواة؟ فبالتالي هناك اختلافات كثيرة تحتم علينا عدم المساواة. واجب علينا ألا نطبق المساواة، واجب، وإلا كنا ظالمين. يا إما الظلم في المساواة، يا إما عدم تطبيق المساواة. ثم في الجريمة، أن نطبق المساواة في الجريمة كذلك. في الانتحار، جل المنتحرين رجال مع الأسف. في الدراسة، الفشل الدراسي عند الذكور أكثر من الإناث، وهذا ليس بدليل على ذكاء الإناث، هذا دليل على أن المجتمع في تعاملاته مع الإناث أكثر صرامة ومحافظة منه في تعامله مع الرجال. فبالتالي الولد ماشي مشكل يبقى خارج حتى 11 و12 الليل، لكن البنت لا. الولد ماشي مشكل يفسد، البنت أقل. فبالتالي هذا الشيء عطانا واحد المجتمع ديال النساء اللي مازالين شوية يعني نوعا ما أو جزء منهم داخلين سوق راسهم، اللي الذكور يعني مع الأسف يعني كثير منهم تسيب. هذا التسيب كيعطينا النتائج في المدرسة، عادي جدا.
هي كتدخل تقرا من 8 الليل ل 10 الليل وهو كيخرج يلعب ولا مع صحابه من 8 الليل ل 10 الليل في الاخر ديال العام تجي النتيجه. هذا ليس دليل ذكاء ولا فقط تدبير للوقت. المساله كذلك يعني في المساواه في النفقه مثلا، هل نطبق المساواه؟ تولي المراه تنفق على النص بالنص. هذوك العلمانيين الليبراليين يعني كيقول لك نحن متناسقون مع متناسقين مع فكرنا ونذهب به الى النهايه، نلغي كل شيء ونوليو فحال فحال. النتيجه اوروبا، هما ولاو فحال فحال، بداو كيتزوجوا بالخلطه جلطه، ولاو فحال فحال. اذا الا ولينا فحال فحال اش غندير بيك؟ يعني ما الفائده؟ اللهم ناخذ واحد كيفهمني العقل ديالو فحالي، شتي فين وصل الحماق؟ فبالتالي يعني هذه المساواه هذه نتيجتها. ثم لماذا لا يغيرون مدونه الاسره لليهود في المغرب؟ كما كتعرفوا يعني اليهود في المغرب عندهم مدونه الاسره، ولا يطلق القاضي البنت، كاينش، لا يطلق القاضي البنت، والابن الاكبر يستحوذ على الارث كله. لماذا يعني مدونه الاسره ديال المسلمين هي اللي غتغير؟ ديال 30 مليون وغنخليو ديال 3000، لماذا؟ فهناك يعني مجموعه من الامتيازات التي اذا اخذنا الفكر الليبرالي وطريقه تغير مدونه الاسره كما يروج اليها ما يسمى بالحقوقيين الى غير ذلك، فستعطينا النتائج التي نشاهدها الان في اوروبا، ماشي بعيد، في كندا، في اليابان، إلى غير ذلك، يعني النتائج قبلتنا. ثم هذه قضية التغيير للمبادئ الدينية في المنظومة الأسرية تبين لنا عن عوار كبير نجده في النتائج. مثلا بينت دراسات كثيرة أن الزواج كل ما تأخر الزواج كل ما قل احتمال نجاح هذا الزواج، كل ما تأخر كل ما قل احتمال نجاح هذا الزواج. أزيدكم من الشعر بيت، كلما كان للإنسان علاقات زنائية قبل الزواج كلما زاد احتمال فشل الزواج بعد الزواج. فهذه أمور يعني تعطينا نتائج. الآن معدل سن الزواج بعد أن كان الناس تتزوج في العشرينيات الآن صرنا للثلاثينيات، 29 عام النساء 30 31 رجال، فهذا أمر صعب، أمر يؤثر على البنية المجتمعية. في بعض الدول التي أطلق فيها العنان لهذه قضية يعني الطلاق يعطى لأي شخص ولأي طالب، مصر مثلا المحامية تقولها على الهواء 100% من طلبة الطلاق من النساء. علاش؟ حيت المرأة لما تطلب الطلاق لا تعطي المتعة للزوج، لكن الزوج إذا طلب الطلاق يعني أرقام الخيالية. فهنا لا مساواة، خصنا نطبقوا المساواة، خصنا الزوج إلا بغى يقسم الثروة مع المرأة تقسم معه، ولا بغى يعني لماذا لا تطبق هذه لماذا لا يطرد يعني من طرد من الاضطراد يعني من تطبيق القياس على جميع الحالات. تريد مساواة تطبقها على كل شيء. أنا أحترم الذي يعني أحترمه طبعا احترام نسبي، لكن أرى الذي يقول لك أنا منطقي مع نفسي أريد تطبيق المساواة في كل شيء وتطبيق الليبرالية في كل شيء وخلع رقبة الأحكام الشرعية عني، هذا طبعا يعني خارج من الدين، لكن متسق مع فكره. لكن هذا غتلقى التناقضات ديالو في الفكر اصلا، ملي غتجلس تناقش معاه غتلقى التناقضات في فكره، وستثبت له تهافت كلامه لكن خارج المنظومه الدينيه. من الذي يقول لك لا انا اريد ان ينفق الزوج، واذا طلق ان يعطي النصف ويعطي المتعه ويعطي نفقه الاولاد ونفقه المراه ويعطي السكن ويعطي الاكل والملبس، يعني جميع التكاليف، لكن لا تكون مقابل هذه التكاليف اي امتيازات او اي حقوق من الجهه الاخرى. فبالتالي هنا نكون في نوع من التناقض.
ثم هذه الزيجات التي تفشل تعطينا الطلاق، ما هي من نتائج الطلاق؟ من نتائج الطلاق الجريمة، نسبة الجريمة، ماشي الجريمة عموما، جريمة الأطفال هذوك اللي عندهم 12 13 14 15، النسبة تزداد ب 17% لما يكون طفل كبر في عائلة فيها غير واحد، غير الأب ولا غير الأم، نسبة الجريمة تزداد. فبالتالي هناك عدة تعديلات يعني يريدونها، مثلا أولا يقولون يعني منع الزواج أو تجريم الزواج، ماشي المنع، تجريم، تجريم الزواج قبل 18 سنة، بمعنى واحدة عندها 17 ونص ولا واحد عنده 17 ونص بغاو يتزوجوا يمشيو للحبس، واللي زوجهم يمشي للحبس. بأي منطق هذا؟ أعطونا الحد المنطقي، لأن لما يعني نبحث، لأن الناس اللي عندهم شوية ديال اليوم الحمد لله محركات البحث كتعطينا واحد المجموعة ديال الإمكانيات، كتمشي تقلب سن الزواج كتلقى النرويج، النمسا، كندا، ألمانيا، اليابان 16، دنمارك، إستونيا، موناكو، ليتوانيا 15، المكسيك وإسبانيا 14، 13 العام في 13 الولاية في أمريكا، 13 العام ديما تنساوهاش، 13 العام في 13 الولاية في أمريكا ممكن الزواج، إكوادور 12 العام. فبالتالي يعني 18 منين؟ يعني منين جات 18؟ طبعا هذه حالات اللي كنقولوا 12 ولا 13 ولا 14، هذه حالات استثنائية، حتى في المغرب استثنائية. شحال من زواج ديال كيسميوهم الصغيرات، ولكن ملي كتخرج مع صاحبها وتفسد ما كتبقاش صغيرة. شحال ديال الزواج ديال أقل من 18 عام كيسميوهم زورا قاصرات؟ 5000 حالة في العام. شحال هي 5000 حالة على 30 مليون البشر؟ لا شيء، شيء قليل جدا. ثم تكون هناك موافقة القاضي، فبالتالي القاضي أصلا نظر في الملف وأعطى موافقته، فمجموعة من الحالات كترفض. فهذا أمر كما يسمى بالفرنسية إبيفينومين، نادر، والنادر لا يلتفت إليه، لأن دائما القواعد لها بعض الاستثناءات، أي قاعدة اجتماعية عندها استثناءات. موجود هذا الزواج قبل 18 عام في الدول الغربية، إذا ما المانع؟ إذا كان معياركم هو الدول الغربية، فإذا لماذا تمنعونه في الدول العربية؟ لماذا؟ يعني باسم ماذا؟ ثم إذا سألتهم عن العلاقات الزنائية قبل 18 عام لا جواب، بالعكس يريدون رفع التجريم عن العلاقات خارج إطار الزواج، رفع التجريم عن العلاقات خارج إطار الزواج وتجريم الزواج، تجريم الزواج ورفع التجريم عن الزنا، يعني الأمر يكاد لا يصدق في دولة مسلمة. ثم كذلك منع وتجريم تعدد الزوجات. طبعا التعدد مثل هذا الزواج ديال قبل 18 عام تكون حالات نادرة، في المغرب شحال كاع 1000 حالة في السنة، يعني شيء لا يكاد يكون له أي اعتبار. لكن هنا نطرح سؤالا فلسفيا وهو منطقي أكثر من كونه فلسفي. إذا كنا في منظومة ليبرالية يصنع فيها الإنسان ما يشاء ما دام أنت حر ما لم تضر، المبدأ الذي لا حد له سواه، هذا مبدأ لا حد له سواه، أنت حر ما لم تضر، وحريتك تتوقف لما تبدأ حرية الغير، وحرية الغير تتوقف إذا بدأت حريتك. فهذا دور في المنطقة هذا لا يستقيم، هذا التعريف لا يستقيم، لا يفيد أي شيء، حريتك تتوقف لما تبدأ حرية الغير. طيب شنو هي حرية الغير؟ فين تبدأ؟ حرية الغير تتوقف لما تبدأ حريتك. طيب أنا كنقلب على حريتي أصلا رجعتي إليها. فهذا يسمى دور في المنطق، هذا لا معنى له. فإذا كنا في منظومة ليبرالية نسلم جدلا أننا صرنا كنديون، منظومة ليبرالية اللي بغى يدير شي حاجة يديرها، عندنا راجل وجوج نساء يديروا الزواج
وكل شيء قابل وكل شيء رشيد، كل شيء عندك 18 عام، كل شيء قابل، كل شيء واعي، ما كاين حتى واحد حمق، حتى واحد ما مضغوط عليه بالسكين. فبالتالي اين المشكل في المنظومه الليبراليه؟ في المنظومه الليبراليه فلسفيا لا مشكله، في المنظومه الليبراليه فلسفيا لا مشكله، منطقيا لا مشكله، لكن ايديولوجيا مشكله. علاش؟ لان الليبراليون العرب ما عندهمش مشكل مع الحدود ديال الليبراليه، عندهم مشكل مع الاسلام. فبالتالي اذا كان الحاجه اصلها الاسلام تصير عدوة لهم، فما عندهمش مشكل، لان طرد المنطق الليبرالي يعطيك حتما جواز التعدد. الليبرالي لا يمكن ان تتوقف امام هذا، لا يمكن ان توقف هذا، لا مستند منطقي وفلسفي لك في توقيف هذا الامر. انك لا تعتدي على حرية الغير، ولا تكره احد، ولا تضر احد، ولا يعني لا بالعكس منطقيا هذا منطقي اكثر. في بعض الدول كاين النساء اكثر من الرجال، وممكن لا تسافر لدول اخرى اللي فيها الرجال اكثر من النساء. طيب، ثم قضية التعدد اصلا ليست امرا واجبا لصحة الاسلام، هذا امر جائز، ليس بواجب، يعني ليس هناك شخص يوجب هذا الامر. ثم نرى في الاحصائيات ان موت الرجال في الشباب أكثر من موت النساء، هذه في الإحصائيات، كذلك في الحروب. الحروب مثلا، أنا تحدثت مع من ذكر لنا أن مخيمات اللاجئين في تركيا الذين عادوا من سوريا بسبب الحرب أو ذهبوا من سوريا بسبب الحرب، يعني تجد رجل واحد لخمسين امرأة، رجل واحد لخمسين امرأة. طيب إذا شنو ماذا نصنع في هذا؟ كيف ستصنع مع هؤلاء؟ أتبقى في الدغمائية الليبرالية؟ لا يمكن. طيب، هنا الشرع لا يجب عليك هذا، لكن يفتح لك باب، يفتح لك باب يغلق مشاكل اجتماعية. ثم النساء العوانس والمطلقات والارامل هادو ما داخلينش في ليكواسيون ديال لي فيمينيست، هادو يعني خارج التغطيه. لماذا؟ لانهم يشوشون عليهم ايديولوجياتهم، هذا هو المشكل. كذلك قضيه المساواه في الارث بين الذكر والانثى، هذه من المطالبات طبعا التي تخالف القران والسنه والاجماع والقياس والاسلام والمذهب المالكي وجميع المذاهب. الله سبحانه وتعالى قال: يوصيكم الله في بداية الآية وفي نهايتها فريضة من الله، يعني ما خلالكش فين تحرك. يوصيكم الله فريضة من الله. ولا أقول لكم كما يقول البعض بنية حسنة الإسلام جعل المرأة ترث أكثر من الرجل في 36 حالة، هذا نوع من الخلط، لأن 36 حالة اللي كتهضر عليها ما فيهاش تسوية في الدرجة. الإسلام كيعطي للراجل أكثر من المرأة في درجات كثيرة، ولكن هناك لماذا؟ يعني ملي غتقول لي مثلا المرأة ترث أكثر من العم ديالها، هذا ما كاينش تسوية ديال الدرجة. طبعا يعني غتورث أكثر من العم لأن ما كاينش الأخ، لكن هذا قياس لا يستقيم. ما نقدوش نقولوا الإسلام يجعل الإرث أو يجعل المرأة تأخذ في أكثر من الرجل في 36 حالة على 40، هذا خلط. خصنا نقولوا الحقيقة كما هي، الرجل يأخذ أكثر من المرأة أو مثلها. فالذين تكون الحياة وراءهم مثل الأب والأم يأخذون نفس الحصة، لأن الحياة وراءهم والنفقات وراءهم. أما الذين تكون الحياة أمامهم والتكاليف أمامهم والنفقات أمامهم يأخذ فيها رجل أكثر من المرأة في نفس الدرجة. إذا استوت الدرجة يأخذ فيها رجل أكثر من المرأة. لماذا؟ لأن الإسلام ألزمه بالنفقة. فبالتالي من غير المنطقي أنك تلزمه بالنفقة ثم تقول له تأخذ نفس الشيء، هذا ليس بعدل، هذا ليس بعدل. وبالتالي إذا رأيت قضية الإرث، لو أخذنا مثلا واحد المنظومة ديال الإرث اللي فيها أن الزوج
هو الذي يعطي المتعة، هو الذي يعطي المهر، وهو الذي ينفق إلى غير ذلك، والبنت لا تدفع أي تكاليف، ففي آخر المطاف من بعد واحد 50 ولا 10 سنين هذه الثروة التي ورثتها البنت تقدر تكون بقات هي هي. أما الثروة التي ورثها الابن إذا كانت عنده هو التكاليف فتقدر الثروة كلها تمشي، خصوصا إذا قدر أن التجارة ديالو ولا العمل ديالو لم يستقم، تقدر ذاك الثروة الإرث كلها تمشي، في حين المرأة كتبقى الثروة ديالها كما هي. فمن المنطقي جدا أن تأخذ الأمر بمنظومته الكلية ولا تنظر إلى الأمر الجزئي. قل لك لا، العم ما كاينش معنا في الأسرة، فبالتالي لماذا سيرث بالتعصيب؟ أولا هذا فهم غلط لقضية التعصيب، لأن التعصيب أول التعصيب هو الأبناء هم الأولين. ثانيا القرآن كان واضحا في هذا لما قال الله سبحانه وتعالى وعلى الوارث مثل ذلك، أي الكسوة. ماذا ذكر في الآية؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضعه، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. شنو مثل ذلك؟ رزقهن وكسوتهن، رزقهن وكسوتهن. فهذا دليله في القرآن، ما عندكش فين تحيده، لا يمكن أن تزيح شيئا صحيحا في كتاب الله وسنة رسوله، لا يمكن، وإلا صافي بقى بينك وبين الإسلام غير الخير والإحسان. فهذا يقول لك لا، ولكن هذا الذي يرث بالعم الذي يرث هكذا يظهر فقط يوم الإرث، يعني ما كانش قبل وما كانش من بعد. فبالتالي إذا كانت ذاك البنت طاحت في وضعية فقر ما كتلقاهاش، لأن علاش داير الإسلام هادشي؟ باش ملي يكون الوضعية صعبة يكون العم السند، لكن ولا الأخ، لكن ملي كطيح البنت في وضعية فقر ما كتلقى حتى حاجة. فهنا نرى أن منظومة الإرث في الإسلام من أهدافها لم شمل الأسرة، لم شمل العائلة، خلافا لما يقع الآن. اليوم كيكونوا كلهم صحاب، ملي كيجي نهار الإرث كل شيء كيدابس، والهدف للإرث هو العكس، هو لم الشمل، وهو تقريب العائلة البعيدة من العائلة القريبة من الأسرة. هذا إشكالية كبيرة، أننا نرى الأمر بجزئيته ولا ننظر إلى الكلية، ولا نمارس قضية وداويني بالتي كانت هي الداء. وطيب المجتمع تعوج، العم ما بقاش كيبان، الأخ ما بقاش كيبان، فبالتالي نحيدوا الشريعة أصلا. لا، ما هكذا يا سعد تراد الإبل، ليس هكذا تحرش الأمور، بل يجبر الذي أخذ الإرث أن يظهر. عرفتوا في أمريكا شنو هي المنظومة اللي لقات لهم لامافيا؟ ماشي الإف بي آي، ماشي السي إي آ، ماشي الشرطة الفيدرالية، شنو هي المنظومة اللي لقات لهم بعض المبحوث عليهم في لامافيا؟ هي الضرائب، منظومة الضرائب، كتعرف كل شيء على كل شيء. فبالتالي هاد منظومة الضرائب ملي كتبغي شي واحد كتلقاها، كتصيفط له داك البرية اللي فيها قد قد كانت سالوك وفيها الماجوراسيون بيناليتي وكذا وكذا. لكن هاد العم اللي ما غيوقفش في جنب بنته، في جنب بنت خوه، ما غنلقاوهش. يا سبحان الله، هاد الأمر يرجع إلى قرارات، قرارات إرادة، ليست هناك الإرادة. لأن أصلا هؤلاء الذين ينادون بالليبرالية لا يعرفون لا معنى التعصيب ولا معنى الاجتهاد ولا معنى المقاصد ولا لماذا يرث العم هكذا في هذه المنظومة ولا كلية المنظومة. فهم عندهم مشكل مع الإسلام، بزاف منهم عندهم مشكل مع الإسلام مع الأسف. لماذا؟ لأن الإنسان عدو ما يجهل، فإذا جهل هذه الأمور كان عدو لها. ثم قضية الإرث إذا أطلقناها للليبرالية يعني تكون الوصية، هما كيقول لك تكون الوصية. طيب إذا كانت الوصية يعني نتسق مع المنظومة الليبرالية، ممكن دول الإرث في سمية الكليب، ما تجيش البنت تعترض، لا بابا علاش عطيتي الفلوس للكليب؟ شغلي هذاك فلوسي، الوصية للكلب، عطيتو كل شيء، عجبني الكليب ديالي هو اللي كان وافي، ولادي ما كانوش أوفياء. ف
فهمتوا الليبراليه فين كتادي؟ وهذا الشيء راه واقع الان في الدول التي تدعي هذا النظام الليبرالي وهي لا تطبقه، اذ لو كانت تطبقه لكانت التعدد فيها جائز ولباس الحجاب فيها كان جائزا، لكن كيوصلوا حتى التعدد والحجاب ورفع الصومعه للمساجد كيقول لك لا. هذيك دلائل. اليوم قريت واحد الخبر غريب جدا، فرنسا اللي بزاف الناس ديال المغاربه باغيين يمشيو لها، واحد مدرب ديال واحد الفريق صغير توهم او الى سوبسوني، يعني يتهم او يعني يظن انه صلى وراء واحد المدرج، واحد لابياس صغيره تحت فواحد الاسكاليه، يعني في الدروج في واحد المكان مغلق صغير، حتى مشى صلى بوحده وما غوت على حتى شي واحد وما عطل حتى شي عمل وما ضر حتى شي واحد وما بان حتى شي واحد، ولكن يتهم انه مشى صلى جوج ركعات ولا اربع ركعات ولا الفريضه ولا الله اعلم. باش تعرفوا ان الامر ماشي ليبراليه، الامر ايديولوجيه، الامر ايديولوجيه. مع الاسف هؤلاء منبهرون بهذا المنظومه. ثم كذلك يطلبون تقسيم املاك الزواج، الزوج المكتسبه خلال الزوجيه، فتقول لك او يقولن لك وكذلك بعض الرجال اللي معهم، كيقول لك طيب هاد المراه هذه تزوجوا وفتره الزوجيه تزادوا الاملاك ديال الزوج وهي عاوناته في المنزل، فالطبيعي انها تقتسم معه. ظاهره منطقي وباطنه من قبله العذاب. لماذا؟ اولا هؤلاء الذين يرون الان هكذا لم يعودوا يتزوجون اصلا. دابا بزاف ديال النجوم سواء كره القدم ولا غناء ولا هذا ما كيتزوجش، عنده الملايير وما يتزوجش، كيعيش مع البنت هكا. علاش؟ لان ملي كتمشي تشوف اغنى 8 النساء في العالم كلهم وارثات ولا اخذات الارث من الطلاق، من النفقه من الطلاق، يا ورثوا شركه يا خداو النفقه ديال الطلاق. هذيك بيزوس مرات هذاك مول امازون عندها الان 42 مليار ديال الدولار، اكثر من دول هذه، فقط شنو دارت؟ طلقات. فبالتالي حتى الرجال ماشي مكلخين عاوتاني تما، كيقول لك علاش نتزوج اصلا الا كان هذا الزواج؟ فبالطبيعي يعني ما معنى الزواج اصلا؟ انا كنتعجب كيفاش الليبرالي كيتزوج، كنتعجب كيفاش العلماني كيتزوج، يعني لماذا الزواج اصلا؟ الزواج عقد ديني، بما انك بامكانك ان تصنع عقدا تسميه الباكس ولا الكونكوبيناج ودير فيه جميع المسائل اللي بغيتي انت والبنت، فلماذا الزواج اصلا؟ ولذلك نرى ان الزواج في انهيار في الدول الغربيه، لان كله تكاليف كله مشاكل بالنسبه للامومه، بالنسبه للامومه. لماذا؟ لان الذي كان مطلوبا في الزواج، لان اهم شيء مطلوب في الزواج هو العلاقه الجنسيه حتى لا تكون في الحرام. طبعا هناك اشياء اخرى في الزواج، لكن هذا اول طلب خصوصا للرجال. فبالتالي اذا اعطيتي لذاك الراجل داك الشيء اللي غيدير عليه التكاليف والنفقه والمهر والعرس وكذا، اعطيتيه له فابور بكاس درايبي ولا قهوه ولا شي يتزوج، لا فائده من الزواج، لا فائده. فهذوك منطقيين، داك العابد الكره ولا المغنيين اللي لا يتزوجون حتى لا يعطون نصف الثروه، هذوك منطقيين. هذا الجانب البراغماتي. ارانا الجانب الديني الان. هذا الزوج لو قدر انه تزوج بامراه ولكن في عوض ما يتزادوا الاملاك ديالو، افلاسه افلاسه، دار شركه خرج منها ب 75 مليون ديال الديون، ودار الشركه الثانيه وخرج منها ب 30 مليون ديال الديون. واش كيقول لك هذه المراه غتعطيها النص؟ كاينش الجمعيه النسويه الاخرى اللي تقول لك هذه المساله هذه. ولكن في الدين كنعرفوا ان الغنم بالغرم، بمعنى الذي ياخذ خراج الشيء وجائزة الشيء هو الذي يتحمل مخاطر الشيء وسلبياته، لكن هنا بغينا الغنم بلا غرم. طيب هي كتعاونو في الدار، طيب هو اصلا كيجهز العرس وكيعطي المتعة وكيعطي الدار وكيعطي النفقة وكيوفر اغلى شيء بالنسبة للراجل اللي ماشي هذاك اللي كان، ما كنتكلموش على هذاك اللي كيمشي في الجلسة ديال النظرة الشرعية كيقول له شحال يمكن لك تخلصي معايا في الكرة، ما كنتكلمش على هذاك.
كنتكلم على رجل الذي يوفر الأمن الفكري والأمن السيكولوجي والأمن الروحي والأمن العاطفي لزوجته. لأن في آخر المطاف هذه الحياة شنو علاش كنديروا أصلا كاع هذه الحياة كلها؟ ما بزاف منهم كيقول لك أنا كنخدم باش ناخذ التقاعد ديالي وارتاح شوية. كنخدم باش نرتاح شوية، نخدم باش ناخذ عطلة شوية إلى آخره، فبالتالي كنديروا مجهود باش نلقاو فترات فيها نوع من عدم التفكير في التريتا اللي غطيه غدا ولا الفاتورة اللي غطيها غدا. لكن المرأة عندها هادشي ابتداء من الأول، من الآليف اللي كتولد. طبعا كنهضروا كقاعدة عامة، لأن من عشق النسويات أنهم يتحدثوا لك في الاستثناءات. هادي ما عندها حتى شي واحد، وأنا ما عندها حتى شي واحد تخرج تخدم، واش أنا كنهضر على اللي ما عندها حتى شي واحد؟ نحن نتحدث في القاعدة العامة، اللي عندها أخوها، اللي عندها باها، اللي عندها عمها، اللي عندها ولدها، اللي عندها الزوج ديالها. هذه الأغلبية الساحقة ديال المجتمع. طيب كاين وحدة اللي ما عندهاش، ولا ربما تلقى المرأة هي التي تنفق على الزوج، نعم على الزوج أو على الأب أو على الأخ، لأنه مريض أو أصابته، يعني هذه حالات استثنائية توجد، وهذا من الكرم. ففي الدين يجوز أن تعطي المرأة الزكاة لزوجها ولا يجوز العكس. امرأة عندها ثروة، دارت شي تجارة ولا ورثات ولا شي حاجة وعندها ثروة، والزوج أفلس، يجوز أن تعطي له من الزكاة. لأن ماشي واجب عليها تنفق عليه. ماشي من الواجب عليها تنفق عليه. طبعا من المروءة أنها ما تحسبهاش من الزكاة، يعني تحول معها. فبالتالي هاد القضية ديال التقاسم هي تخالف المنطق البراغماتي وتخالف المنطق الديني، إذ لا تغرم معه إذا خسر. ثم هذا ينفر طبعا من الزواج. ثم عندنا مبدأ مهم كذلك شرعي، لا يحل مال امرئ مسلم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس أو عن طيب نفس. فبالتالي أي مال أخذ من مسلم وهو غير راض عن ذلك، طبعا غير الجنايات، إلى الإنسان مثلا يعني الدية، مثلا إنسان قتل خطأ، طبعا سيؤدي الدية، هذا يؤخذ بي 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 يعني مجبر، أو لم يعطي النفقة يؤخذ مجبر. لكن أن يؤخذ المال بغير وجه شرعي فهذا لا يجوز، مال حرام. يجي مثلا ترفع شي قضية بشهادة زور ولا بشي حاجة اللي غير مستحقة لذاك الشيء، وتاخذ واحد المبلغ وتقول لك أنا هذا الشيء خرجته لي المحكمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل أحدكم ألحن أو ألحن بحجته من أخيه، فإن قضيت له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا يعني معنى الحديث أنه إن قضيت له من حق أخيه فإنما قضيت له قطعة من النار، هذا سير الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم ويقضي، وقد يقضي الشيء الذي هو ألحن بغير حق فهي قطعة من النار، فما بالك من القاضي اللي أصلا يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سنوات ضوئية. فهذه قضية تقسيم أملاك الزواج. ثم كذلك قضية إسقاط ولاية وقوامة الأب وجعلها يعني مناصفة، فهذا أمر يعني عموما لا يستقيم، لأن السفن لا تدار يعني بمديرين، الشركات لا تدار بمديرين، السفن لا تساق بسائقين، والشركات لا تدار بمديرين، وأي مؤسسة يكون لديها مدير، أي مؤسسة يكون لديها مدير، إذ مجمل القرارات في المؤسسة تكون بالاتفاق، هذا هو الأصل. لكن قد تكون هناك حالات 1% اللي ما نتفقوش فيها، هو أخذ قرار وأنا ما عجبنيش الحال، ناقشنا بالتي هي أحسن بالأدب، أعطيت حجج، أعطى حجج، شفنا الطرق، درنا التقديرات، ما بغاش ياخذ القرار. القرار هو قراره. قراره ليس بحرام. قرار في اختيارات حلال. فهنا واجب الطاعة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هنا واجب الطاعة. ففي جميع المؤسسات يقع
أن بعض القرارات لا يكون فيها اتفاق، لهذا يكون المدير، لهذا يكون المدير ليفصل، ليفصل في القرار الذي يجب أن يتخذ. فكذلك يعني منع حضانة الأب إن تزوجت بعده، يعني الآن دابا المنظومة هي أنه إذا المرأة تزوجت من بعد الزوج الأول فالحضانة كترجع ديال الابن كترجع للأب، لكن يؤدي، يعني ما ترجعلوش الحضانة لكن يؤدي، يعني كتشوفوا أن الأمور يعني لا تستقيم حتى بالمنطق البسيط. كذلك جعل الزواج عقدا مدنيا دون أربعة أركان. طبعا السؤال هنا لماذا الزواج أصلا؟ لماذا الزواج؟ يعني شير ديما ليبرالية ما بغاش تزوج ما تزوج تفسد، لكن لا تغير قوانين المسلمين، لا تغير شريعة المسلمين. ثم كذلك يعني إخراج المطلق، ممكن يقول المطلق، المرأة لا تطلق، الرجل هو الذي يطلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق بيد من أخذ بالساق. إخراج المطلق من بيته حتى يبلغ الطفل 18. طيب بوجه يعني عن اي على اي اساس؟ اذا كان بيتها حقا، اذا ما كان بيته هذا غصب، هذا يسمى غصب. وتناقش العلماء في هل الصلاه مقبوله في المكان المغصوب، باش تعرفوا الخطوره هذا الامر. كذلك احداث جريمه جديده اسمها الاغتصاب الزوجي، يعني الان فراش يوليو فيه ثلاثة ماشي جوج، الزوج والزوجة والقاضي. كيفاش غيحضر هذا القاضي؟ كاين اللي قال بالتسجيل، كاين اللي قال بالواتساب، كاين اللي قال بالاس ام اس، كاين اللي قال بالاتصال. هادشي في الدول اللي غادة في الطريق ديال التقدم، تقدم الدول التي اسميها انا متقدم متطورة تقنيا متأخرة أخلاقيا. خاص قبل أي لقاء ديال الزوج مع الزوجة تصيفط له واحد الاس ام اس انها قابلة، باش تبقى يعني التراسابيليتي ولا واتساب ولا. فهذا من السفه بمكان، هذا من السفه بمكان. لماذا؟ لأن حق الزوجية من مقتضيات عقد الزواج، فإن رفع انحل العقد. بمعنى ما يمكنش تقول لي غنديروا الزواج لكن ليس فيه حق المعاشرة، كما لا يمكن لك أن تقول لي أبيعك سيارتي ولكن لا تركبها، أو أؤجرك بيتي ولا تسكنه، أو ندخل معك شريك في الشركة ولكن أنت ما تأخذش الأرباح، فقط الأرباح لي أنا فقط. بعض الأشياء والعلماء يسقطون الشروط التي تخالف مقتضى العقد، يسقطون الشروط التي تخالف مقتضى العقد. طبعا لا نتكلم عن، لان دائما يعني النسويات كيبغيو داك الاستثناءات، كيقول لك لا ولكن تقدر تكون مريضه، تقدر تكون ما عرفتش داك الشيء. لا نتحدث عن استثناءات، واصلا العقد الزواج لا يقوم على هذه المشاحه والاستلزامات والمراقبه والحقوق، يقوم على الموده والرحمه والسكينه، هذا علاش كيقوم؟ طبعا في اطار شرع الله. اما الا بدينا في الحساب عرف بان الزواج بدا كيتقاضى ملي كيبدا الزوج والزوجه في هذه ديالي هذه ماشي ديالي هذه حقك هذه ماشي حقك، في كل نهار في العلاقه اليوميه يعني الزواج بدا كيتلاشى. ولهذا يعني هذا العقد يقوم على الموده، واحداث هذه الجريمه هو اخلال بمقتضى العقد. هذا الزوج والزوجة، لأن حتى المرأة لها الحق في المعاشرة، بل إن العلماء تحدثوا عن أشياء اللي يعني هنا بلا ما نذكروا التفاصيل ديالها التي هي من حق المرأة، من حق المرأة. فبالتالي هذا شرط يخالف مقتضى العقد فهو باطل، فهو باطل، وبالتالي يجب تعطيل الزواج. إذا كان هذا الأمر يعطل الزواج، الزواج يولي مبني على علاقة، واحد لا سيدكسيون كوتيديان، فهمتي، ولا واحد الاسترضاء اليومي، ولا واحد
ولا واحد الإطار اللي لا يستقيم أصلا ليؤدي إلى السفاح اللي هو الزنا، وهذا يعني يزيد من الطلاق طبعا. ثم يعطي تلك الذرائع ديال أن المرأة دائما يعني لها حق والرجل دائما متهم، لا يمكن للمرأة أن تكون متهمة. كذلك إلغاء، يطلبون بإلغاء تجريم الخيانة الزوجية من زنا وعلاقات زنائية إلى غير ذلك، وهذا يعني إحلال الحرام وتحليل الحرام كفر، كما هو معلوم بالحرام المعلوم من الدين بالضرورة تحليله كفر كما هو معلوم عن جميع العلماء. قضية الأبناء خارج إطار الزواج يعني في إطار الزنا، يقول لك الآن أن الحمض النووي قد يثبت النسب، وإذا ثبت النسب ومن بعد هذه العلاقة رأى أمام الله زنا، ها أنت ثبتي أنه ولده بيولوجيا ومن بعد هذيك علاقة زنا، فقال لك نعالج الأمر بالإجهاض، يعني داويني يعني هو كما قال له هذاك سقط، قالوا له سقط والدك من الفرس، قال من البيت خرج أعوجا، يعني من الأول الأمر يعني غادي وكنداويو العوجاج بالعوجاج، وكيف يستقيم الظل والعود أعوجه، كيف لا يمكن. فكل هذه أمور عموما يعني تفتقد للمنهجية، ووجودها إرضاء لمؤسسات دولية ترسل ملايين الدولارات لدعم هذه القضايا من خلال إعلام وتعليم وورشات وتخدم يعني أهداف رأسمالية، وهؤلاء يعني لا يعني يجهلون أسس أفكارهم ومآلات هذه الأفكار، وفيها نوع من الآن نوع من الكراهية أو الاضطهاد للرجل، حتى أن الآن في المغرب عندنا جمعية تدافع عن حقوق الرجال وحقوق الأزواج وحقوق الآباء بفعل هذا الطغيان لهذا الفكر، والآن الرجل يعني الآن صرف هذه الوضعية التي تعلمون. فحقيقة الأمر هذه أمور تؤدي بنا إلى زيادة الجريمة كما بينت إحصائيات وذكرناه، زيادة الاكتئاب، مبيعات مضادات الاكتئاب في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا بين 2000 و 2020 تضاعفت 7 أضعاف زائد 700%. فماذا نحصد من هذه الليبرالية وهذه الحريات الفردية وهذه النسوية؟ نحصد منها زيادة الإجرام، زيادة الزنا، زيادة الاكتئاب، زيادة الطلاق، زيادة العنوسة، زيادة الانتحار، زيادة حقوق الأطفال للوالدين، الانحرافات الجنسية التي تعرفون. وهذه يعني يعني هذه المآلات يعني لا تخفى على شريف علمكم. و الولادات خارج إطار الزواج يعني في إطار الزنا مثلا في فرنسا أكثر من 60%، في بريطانيا أكثر من 50%، الأطفال لم يعودوا مؤطرين، يعني التفكك الأسري يزداد، ونصير في نوع من تسليع الإنسان وتشييء الإنسان وسلخه من مبادئه وأطره، وفي الأخير نحصد إنسانا سائلا لا معايير له لا مبادئ له، قابل للتغيير، وأي موجة سواء كانت رأسمالية أو إعلامية قابلة للتأثير في أفكاره ومبادئه، ما دام انسلخ وأخذ اختيار الانسلاخ من الشرع. في الحقيقة هذا الشرع هو نوعا ما رحمة للعالمين، فهذا رحمة نحن نريدها لجميع العالمين، هذا الرحمة التي هي بأيدينا نريدها لجميع العالمين، ولكن ليتهم يدركون أنها رحمة لتقويم هذه الانحرافات التي يشهدونها في مجتمعاتهم والتي يريدون تصديرها لنا. نسأل الله أن يعافينا منها وينجينا من انحرافاتها، والله تعالى أعلم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.